لو الحكاية فيها إن فيتو. الحقيقة الزميل المحاور العزيز تحدث كثيرا ولم يقل لنا شيئا. هو أفاض في نظرية المؤامرة اللي هو الكلام المستهلك اللي بنقوله وبنعزي بيه نفسنا ان العالم كله بيتآمر علينا. يعني انا مش عارف العالم بيتآمر علينا ليه، وكأن كل انسان في العالم بيصحى من النوم يقول اتآمر على الاسلام ازاي. الاخ الكريم استهلك الوقت كله ولم يقل لنا دليلا واحدا على ان الاسلام يحرم زواج المسلمه من غير المسلم او الكتابي بالتحديد، بينما يسمح للمسلم بالزواج من غير المسلمه. لم يقل لنا دليلا واحدا. انا عايز اقول حاجه، ان الحقيقه المساله ليها بعد اخلاقي كبير جدا وواضح جدا. يعني اختلاف المذاهب والأديان بيدفع كهنوت هذه المذاهب والأديان إلى خلق نوع من العصبية والتطرف في المجتمع. يعني مثلا في التاريخ الإسلامي شهدنا مناظرات حول جواز زواج الحنفي من الشافعية. كانوا زمان بيحرموا زواج الشافعية من الحنفي أو المالكية من الشافعي. وصل بهم التطرف إلى هذا الحد، وده كله مذكور الحقيقة في أدبيات المذاهب، وهو نوع من التعصب المقيت الذي يصيب المجتمع كله بأمراض اجتماعية واحتقان طائفي نحن في غنى عنه. فالحقيقة الأستاذ لم يثبت لنا بدليل واحد تحريم، كيف يحرم الدين زواج المسلمة من غير المسلم. لا يوجد دليل واحد لا في القرآن ولا في السنة. وأنا أتحدى. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأدلة في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج ده شريعة، ربنا سبحانه وتعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الزواج لما جه الإسلام وجد أكثر ما من 10 أنواع من النكاح أبطلها كلها، ولم يرتضي للمسلم إلا نوع واحد من الزواج اللي إحنا عليه الآن. إذن فهذا شرع الله تبارك وتعالى. ثم في أحكام الزواج سماه الله تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ. عارف الميثاق الغليظ اللي هو إيه؟ أشد أنواع المواثيق اللي ربنا ممكن ياخدها على الإنسان. والميثاق الغليظ ربنا ذكره في علاقة العبد بالرب سبحانه وتعالى، تمام كده؟ وبعدين ذكرها في علاقة تانية واحدة بس، وهي علاقة الرجل مع المرأة، واخذنا عليه ميثاقا غليظا اللي هو للمرأة على الرجل، المعاشرة بإحسان أو تسريح بإحسان. إذن كل ده يدل على أنه من الشرع. طيب بلاش الكلام دون، تعال نشوف القرآن بيقول إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أحل بعد ذلك بعد الآية دي للمسلم أنه يتزوج من الكتابية بدليل قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وبعد كده حرم على المسلمة في الآية اللي هي إيه؟ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات إلى آخر الآية، فلهن حل لهم ولا هم يحلون إيه لهن. الأستاذ هو مش فاهم معنى كلمة مشرك، لذلك هو أخطأ أنه مش مفيش دليل. لا، في دليل، والآية دي أكبر دليل. ليه؟ المشرك هو من اتخذ ندا لله تبارك وتعالى. عندنا في الإسلام كمسلمين وفي كتب المسلمين بنقول أن المشرك من اتخذ ندا لله. أنت بتعبد ربنا؟ بتوحد ربنا يا محمد؟ مش أنت حضرتك بتوحد ربنا؟ طيب يعني بتقول إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن هو مشرك ولا مش مشرك؟ إذن الآية هنا تنطبق على المشركين الذين أوتوا الكتاب.
تمام كده، اللي هم ايه اللي ربنا بيقول ولا تنكحوا المشركين. فالمشركين دول صنفين عندنا، هو والكافر، المشرك والكافر، اذا اجتمع تفرق واذا تفرق اجتمع. بمعنى ايه؟ لو انا قلت مشرك يبقى هو كافر، ولو قلت كافر يبقى مشرك. اما لو فرقت ما بين المشرك والكافر فده امر ثاني. اما عشان في عجاله الوقت ما يخلصش، المشرك منه صنفين، مشرك اهل كتاب وهو يعبد الله تبارك وتعالى ولو ديانته السماويه، واما المشرك الاخر اللي هو الوثني اللي بيعبد البقر والحجر والاوثان والاصنام والكلام ده كله، ده ما لناش علاقه فيه، ده محرم في جميع الاديان. اما عندنا هنا المشرك اللي نقصده اللي هو اهل الكتاب، اللي هو بيقول ايه ولو اللي هو ولا عبد ولا تنكحوا المشركين، يبقى هنا امر من ربنا سبحانه وتعالى بحرمه الزواج للمسلمه من غير الايه، من غير مسلم من اهل الكتاب سواء يهودي او نصراني. في الحقيقة الزميل الفاضل اتبع عادة جميع الإخوة المشايخ، إن هو عندما استدل من القرآن بالآية الكريمة ولا تنكحوا المشركين، نسي أو تناسى أن نفس الآية تقول ولا تنكحوا المشركات أو ولا تنكحوا المشركات أيضا. فنفس الآية تحرم على الرجل والمرأة نكاء أن ينكحوا المشركين، بينما الأخ الكريم اكتفى بشطر الآية ولم يذكر شطرها الآخر. فإذا كان النصارى أو المسيحيين مشركين، يحرم بنص الآية على الرجل والمرأة نكاحهم، فكيف يمكن أن نسمح للرجل بنكاح المسيحية ثم ندعي أنها مشركة ونحرم ذلك على المرأة بدعوى أن المسيحيين مشركين؟ هذا هو الغير مفهوم والذي لم يعد مقبولا من السادة المشايخ. كمان الذي يضحض القول أن المسيحيين مشركين، الآية القرآنية الكريمة التي تقطع بأن القرآن لا يعتبر المسيحيين مشركين. فالآية تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فالآية تجعل المشركين فصيلا آخرا. الآية تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، تعدد الفصائل، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، دي كلها فصائل، والذين أشركوا بحرف العطف أي فصيل آخر. فالآية لا تعتبر الذين هادوا مشركين ولا الصابئين مشركين ولا النصارى مشركين ولا المجوس مشركين. ربما بعض النصارى يكونوا مشركين، لقد أشرك الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، ولكن من الذي يحكم بشركهم؟ هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هو الذي يعلم ما في الصدور ويفرق بين المسيحي المؤمن والمسيحي المشرك، وليس نحن في الدنيا. بالنسبة أستاذ إسماعيل بيقول أنا ما ذكرت شق الآية والشق الثاني أنا ما ذكرتوش، لا أنا قلت بالنص، قلت ولا تنكحوا المشركين، وقلت إن ربنا حرم نكاح المشركين سواء من النساء أو من الرجال، لكن الآية حللت بعد ذلك، ربنا سبحانه وتعالى حلل للمسلم الزواج من المشركة الكتابية وبشروط، حينما قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، لا تكون شغالة في الدعارة أو في الزنا ولا تكون إنها لها صديق أو الكلام ده كله. فهذا تحريم، ثم حلل للرجل بعد ذلك، ثم حرم لمين؟ حرم للمرأة في قوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بالنسبة للآية اللي هي حضرتك بتقول إن هم مش مشركين، يفصل الله بينهم يوم القيامة، يفصل بين من كان على المسيحية واليهودية إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وهذا كله حسابه على الله مش حسابنا، إحنا مش إحنا اللي بنحاسب الناس،
يعني مش احنا اللي هنحاسبهم ندخلهم جنه او نار او نقبل منهم دينهم، لا لا خالص. الله عز وجل انزل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي انا وحضرتك بنؤمن به، وانزل الاسلام والقران اللي انا وحضرتك بنؤمن به ولا نكذبه. وفهم القران مش اي واحد بيقرا اي قرانيه يقدر يفسرها بمزاجه، لا ده في اصول وفي مدارس وفي تفاسير وفي علماء امه اجمعوا على حرمه هذا الامر. زي ما قلت لحضرتك في الاجماع لابن المنذر لابن رجب، اشوف عد اي فقيه هتجده يحرم هذا الامر. اما حسابهم على الله تبارك وتعالى، فيفصل بينهم وبين الذين اشركوا من بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اي انهم كانوا على المسيحيه الحقه، نزل الاسلام دعاهم الى الدخول في الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، هو اللي هيقبله في الاسلام عندنا، فلذلك دول مؤمنين. ويفصل بينهم وبين الذين اشركوا بعد ذلك وقالوا ان المسيح ابن الله، والذين قالوا ان عزير ابن الله، والذين قالوا بعقيده التثليث، بل انا ممكن اجيب لحضرتك من كلامهم انهم يؤمنون بالتثليث، ومن لم يؤمن بالتثليث فهو ليس من المسيحيه، يعني لو هو كفر بالتثليث والشرك بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر هو ليس مسيحي. وهذا حدث في لقاء مع الشيخ الجفري حينما استضاف أحد الكهنة أو أحد القساوسة وقال له أنا الاختلاف بيني وبينك أن أنت تؤمن بالتثليث وأنا أؤمن بالتوحيد. طب أنت لو أؤمنت بالتوحيد قال له أخرج من المسيحية، وأنا لو أؤمنت بالتثليث قال له أنت تخرج من الإسلام. فده باعترافهم أصلا، فهم أصلا هذا من الإشراك. لو عايز آيات على الشرك الآيات كثيرة بقى. فيك